مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقه الخاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وهذه الحلقه من مصلى العيد في منطقه تلع العلي حتى ننقل اماني الناس بهذا العيد، حتى ننقل رسائل الناس بهذا العيد لاقاربهم لاخوانهم لاهلهم في كل انحاء الوطن. السلام عليكم. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. تقبل الله الطاعة من امامكم ان شاء الله. بدايه، لمن تقول في هذا العيد كل عام وانتم بخير؟ يعني بدايه نقول كل عام وانتم بخير لاهلنا في غزه، لاهلنا في اليمن، لاهلنا في مصر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد العيد القادم علينا، وقد تحررت الاوطان واستعادت الشعوب حريتها باذن الله تعالى. وكل عام وانتم بخير مسجد الاقصى واهلنا في القدس، وكل عام وانتم بخير لاهلنا في الاردن، وان شاء الله العام القادم نراكم في عرفه ان شاء الله. مهندس، وانت واحد من الناشطين في العمل لاجل البيت المقدس والمسجد الاقصى تحديدا، ماذا تتمنى في 2015 لو اجيناك في عيد الاضحى؟ ايش تتمنى يكون متحقق؟ يعني تكون تحقق صلاه في المسجد الاقصى باذن الله تعالى ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا بطل. تعال تعال، كيفك؟ ايش اسمك؟ كل عام وانتم بخير. بنشوف الشباب هون. السلام عليكم. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. الله يعافيك وانت بخير. عرفنا على حضرتك احمد علي. استاذ احمد، كيف امورك؟ الحمد لله. الله يسلمك. استاذ احمد، بمناسبه عيد الاضحى المبارك، لمين حابب توصل رسالتك؟ لمين حابب تقول كل عام وانتم بخير؟ لكل المجتمع، لكل الامه، كل شو بتتمنى يصير من هون للسنه الجايه في عيد الاضحى المبارك الجاي ان شاء الله؟ يعني تنتهي الحروب، ينتهي سفك الدماء، وتعيش البلاد بامان ورخاء ان شاء الله بخير. سلام، كل عام وانت بخير. اذا مشاهدينا الاعزاء، مكملين من مصلى العيد في منطقه تلاع العلي لنقل امنيات وتهاني ناس بمناسبه هذا العيد المبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. انت بالف خير ان شاء الله. عرفنا بحضرتك. محمد عبد رب النبي. استاذ محمد، لمن تقول يعني كل عام وانتم بخير؟ مين حاب تهني بهذا العيد؟ اهني امه الاسلام بهذا العيد المبارك، وان شاء الله ربنا تبارك وتعالى يشملها بعفوه وكرمه، و نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العيد عيد لأم الجراح وعيد تضميد الجراح، فالأمة تنزف في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يمن علينا بنصر قريب نضمد به جراحنا. آمين. وكل عام بخير. سلام. أنت بألف خير إن شاء الله. إذن مكملين، إذن مستمرين مشاهدينا الأعزاء في مصلى العيد. واليوم بحب أحكي لكم أنه عاملين شغلة حلوة. اليوم حننتقل من مصلى العيد إحنا والشباب، حننتقل عند أماكن ذبح الأضاحي، حنسأل مع الناس، حنسأل الناس، حندردش معاهم، حنشوف يعني هيك كيف بيختاروا ضحيتهم، ايش بتجيبوا، وين حيوزعوها، كيف حيرتبوا الأمور هاي كلها. بس خلينا نسأل الشباب هون. السلام عليكم. كل عام بخير. انت بخير. حالك؟ والله الحمد لله تمام. متحدث رسمي. شباب يقول عنك متحدث رسمي. والله يعني تبلي. طيب تعرفني على حضرتك؟ انا محمود الشهاب. كيفك يا محمود؟ والله الحمد لله تمام بخير. محمود، يعني بمناسبه عيد الاضحى المبارك، لمين حاب توجه رساله؟ لمين حاب، على مين حاب تعيد؟ على مين حاب اعيد؟ حاب اعيد على الاهل. يعني انا اهلي في مصر وفي قطر، والبقيه في سوريا. يعني شو هالتوزيع هذا، مصر وقطر وسوريا؟ والله هذا اراده رب العالمين. لله رب العالمين. شو بتحب تقول لهم يا محمود؟ يعني كل عام وانتم بخير، وعد الله علينا وعليكم يعني باليوم والخير والبركات. شو امنيتك في 2015 لو انه كان في شيء معين في بالك حاب يتحقق السنه الجايه، ايش هو؟ على الصعيد الشخصي يعني؟ على صعيدك الشخصي، على صعيد على كل الاصعده، سواء يعني العربي على الصعيد يعني العربي، يعني انه يعني يكون السنه القادمه ان شاء الله سنه نتفرج على المسلمين، على المسلمين ان شاء الله، يعني وبالاخص على سوريا، بكون من سوريا انا. يا حي الله. انا سوريا. سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن نتصور جنب الشباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. العيد ما طول عنا، رجع احلى من اول.
اوعي السلام، جهزي حالك صح؟ طيب هسه احكي لي انت لما بدك تروحي يعني على طول جاهزه للعيديات؟ تقبل العيديات؟ تعالي ايش احلى شيء بالعيد احكي لي؟ بدي نروح على الملاهي. نروح على الملاهي يا عيني، نروح على الملاهي. وين بتروحي؟ مع مين بتروحي؟ مع اخوانك؟ تنبسطي بالملاهي؟ تروحوا انت وبابا؟ اروح. طيب يلا كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كل عام وانتم بخير يا عمو عامر. كل عام وانتم بخير. وانت كل عام وانتم بخير يا اموره. طيب بدنا ناخذ الشباب. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. على اسمك؟ امين ومحمد. امين. امين محمد امين. نعم. امين محمد امين من اي بلد انت؟ انا في نيجيريا. نيجيريا. يا سلام ما شاء الله عليك. تدرس هون بالاردن؟ بدي تدرس الطيران في الاردن. تدرس تدرس الطيران في شركه الاوسط. يا سلام ما شاء الله عليك. طيب يا امين، امين حاب تحكي او لمين حاب تحكي كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك؟ عمين بدك تعايد؟ عيد الأضحى مبارك وأنتم بخير كلكم. أردن. بدك تسلم على أهلك؟ أي سلم. سلم على أهلك. سلم على أهلك. إن شاء الله بيسلم يا رب وترجع لهم سالم غالب. كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الأعزاء مرة ثانية بنرحب فيكم اليوم يوم عيد الأضحى المبارك. كنا في مصلى العيد في تلال العلي وانتقلنا على منطقة شفا بدران، سوق الحلال في شفا بدران، حتى نشوف الناس تشتري أضاحيها، نبارك للناس، نشوف الناس والله يعني شو أمنياتها شو رسائلها. خليكم معنا مع بعض، خلينا نشوف. السلام عليكم. كل عام بخير. كيف صحتك؟ الله يسلمك ويبارك. اخبارك؟ والله الحمد لله. اسمك؟ حسن الخوالده. كيفك يا خوالده؟ الله يسلمك. شو الخفانه جايبها معك جرب؟ والله ضحيه ان شاء الله. ضحيتين ولا ضحيه ان شاء الله؟ لا والله اثنتين. يلا ان شاء الله الرب يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. انتم بخير حسن. طيب زي ما احنا شايفين مشاهدين الاعزاء والله بصوره وبجر فيهم يا طيب مشاهدين الاعزاء مكملين في سوق شفا بدران، سوق الاضاحي، وبدنا نسلم على الشباب الحلوين. كل عام وانتم بخير. كيف الف خير والصحه لك؟ السلام والله الحمد لله. اسمك؟ حسن جاسر. حسن نفسيتي. كيفك يا حسن؟ والله الحمد لله. حسن اضحيك هذول؟ وجاهز من الصبح؟ كنت جاهز من الصبح. شايف في حركه اليوم على السوق ولا كيف؟ والله هيك وهيك. ولا على اليوم الثاني احسن؟ وبجوز على اليوم الثاني احسن. بعد شيء ولا لسه؟ والله بعنا اربعه. طب بركه ان شاء الله. نعيد على الشباب الحلوين. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. كيف حالك؟ كيف شايف هالاضاحي السنه هاي؟ والله ما شاء الله. اسعارهم كويسه ولا انت بياع حتقول اسعار كويسه؟ موجودك تحكي بس هو حسب يعني. قديش يعني تقريبا الاضاحي اسعار؟ والله حسب. عندك بلدي وروماني واسترالي. البلدي؟ البلدي بتراوح 250 ل 270. لغايه 230 البلدي. نعم بوزن بقطع لحم صافي 23 كيلو ما شاء الله. الروماني بابي يدوب يسوي 17 كيلو 18 كيلو 17 18. قاعدين بيبيعوا 180 دينار يعني. قاعدين يبيعوا الروماني نفس البلدي بلحم صافي. والله اني انا انت عندك خبره شكلي بدي اسالك هالسؤال. تفضل. قال مزبوط اللحم الاستراليه الاضاحي الاستراليه ممنوع تحطها مع الاضاحي البلديه؟ لا لا لا, لا لا ممنوع تحطها بحظيره واحده؟ لا لا هي كلها معطوط مع بعضه. قال الاسترالي هيك مشترطه. لا لا لا, لا ما بنرد على لا, لا ما في. هي الامانه رايحه جايه وهي الشرطه وما في من حكي حكي لها. كل عام وانت بخير. شكرا بارك الله فيك. شكرا يا شباب. طيب مكملين كملين في سوق الاضاحي في منطقه شفا بدران وبدنا نسال عم الحج هون. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وليربوك بخير. الله يسعدك يا رب. الله يبارك فيكم. ذبيح ولا لا؟ لا مضحي. مضحي ان شاء الله يا ربي. شو ناوي تشتري اليوم الضحي؟ ضحيت الحمد لله وان هيك. ضحيت من فضل الله وان هيك. يلا يلا يلا. ضحيت الحمد لله الله يتقبل. ضحيت. شو ضحيت؟ خروف. نعم الله يتقبل يا رب. عرفني على اسمك عمي. العبد الفقير إلى الله ربحي محمد أحمد. كيفك أستاذ ربحي؟ يا ميت هلا الله يحييك. شو بتمني ب 2015 عيد الأضحى لو أجت قناة اليرموك تعمل معك لقاء؟ شو بتمني؟ المسجد الأقصى ونحن منتصرين وليس زائرين، القضاء على كل أعداء المسلمين، رفع الظلم عن كل المظلومين، إطلاق سراح كل المسجونين من فضل الله، والقضاء على كل الصهاينة ومن تعاون معه. انا حاضر.
الاخوان هون مصرين انه الاخ هون من كبار رجالات الدوله، واحنا يعني مبسوطين فيه. تجار كبار رجال التجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من كبار التجار، بدنا تعرفني على اسمك. حيا عبد الحميد طابر الحجاج. كيف حالك؟ يا هلا بيك. زمان انت بسوق الحلال. والله من خلقت وانا بالحلال. يا سلام. طول عمرك في الشغل. الحمد لله. كيف شايف السنه هاي الحلال؟ والله ان شاء الله لسه مش مبين معنا. شو مبين لسه؟ والله لسه مش مبين. غالي الحلال السنه ولا كيف؟ والله منيح سعر، بس ذبحت له الرماني. هذا الرماني ذبح البلد عندنا احنا. الرماني تجيبوك تحطوه عندنا هون. الرماني ذبح البلد. ذبح البلد ذبح. لو سمعنا لك سمعه ممنوع تحط الرماني مع البلدي كمان بحظيره واحده. اي لحاله طبعا اسمه. لحاله؟ نعم لحاله. ليش طب يعني عشان جاي من برا؟ لا مو هذا سعر، هذا سعر يعني كل واحد. ايوه. كل شيء له سعر. تعال اعطينا عرفنا شوي هيك على والله شو هذا؟ هذا بلدي؟ بلدي هذا. ايوه. عندك بلد انت بس؟ نعم بلدي رماني كمان عندي. عندك رماني؟ نعم. هذا شو اللي احكي لي يعني اعطيني فكره. مو بلدي هذا. هذا حلو. ولا قال انت بدك تعرفه منيح ولا لا بتحط ايدك هيك؟ على ظهره وحط ظهر هيك شعشت. طيب شو لما تحط ايدك على ظهره شو ببين معك يعني؟ الظهر مليان لحم. ببين مليان لحم. نعم. يعني اذا حطيته وضرب معناته مضبوط 100%. نعم نعم. فيش غش. لا فيش غش. كل عام وانتم بخير يا سيدي، الله يعطيكم العافيه، شكرا يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا حلو؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ ريان ياسر نجم. يا عيني يا ريان. ريان جاي مع البابا اليوم تشتري ضحية؟ اه. تذبحوها اليوم بالدار ولا هون؟ ما بعرف. تحب العيد يا ريان؟ اه. كثير ولا شوي؟ كثير. احكي للكاميرا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مكملين مشاهدينا الاعزاء في هالاجواء الحلوة، اجواء الاضاحي، بنادي علينا كبار رجال. ايوه شو عندك؟ قل لي شو عندك. ها تعال جاي. ها هاي الصحة. ها بده يعلينا. ايوه هاي الشغل الصحيح. بارك الله فيك، اسلم وديك. طبعا هاي احلى تحلاي من العم هون بمناسبه عيد الاضحى المبارك. شكرا، كل عام وانتم بخير يا عمي. شكرا. طيب مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. اذا مشاهدينا الاعزاء مكملين في سوق الاضاحي، من اروع الصحيح، من اروع اللحظات، لحظات يعني انك تكون مبسوط بضحيتك، تكون مبسوط اصلا بطاعتك وبعبادتك اللي بتتقرب فيها الى الله عز وجل. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. حياك الله. كيف صحتك؟ الحمد لله. شو شايفك يعني مدوش؟ اه والله عم ندور بين البلدي والاسعار وإشي. اه شو ناوي اليوم؟ اليوم ان شاء الله ناويين على بلدي ان شاء الله. باذن الله تعالى. باذن الله. يعني مقوي قلبك. اه طبعا اكيد الواحد بضحي لله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الاجر يوصلك كامل. إن شاء الله. إن شاء الله. بلدي روماني المهم الاجر. بدنا نوهبه لاروح ارواح كل المسلمين. والله. ان شاء الله يعني. يعني للمسلمين. اه لكل المسلمين ان شاء الله. طيب يا جماعه انه هون الاخ يخلي يعني لارواح المسلمين يعني شيء لله تعالى، غير انه اجر كمان في تعاون مع الناس. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. كل عام شكرا وانتم بخير. الله يعطيك العافيه. يعني شعور جميل، زلمه بده يذبح اضحيته بده يجعلها وديبها ويوهبها لارواح المسلمين. السلام عليكم. ها شوف شوف والله هذا عامل عرس، عامل عرس. هاي الهزعه، هاي العزعه. ها تعال تعال تعال. السلام عليكم. شو الهزعه اللي عاملها؟ هاي فرحة العيد، خروف العيد. آه. شو عندك روماني ولا بلدي ولا ايش؟ روماني وفي بلدي وفي استرالي. كل واحد له أغنية ولا؟ لازم كل واحد له أغنية. قناة صل على رسول الله، خش على الروماني واكسر. صل على رسول الله، صل على رسول الله، خش على الروماني واكسر. بعد الوصلة الغنائية السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يخليك. اسمك؟ محمد عمر عليان. كيف حالك استاذ محمد؟ الله يخليك. كل عام بخير يا ربي، والله يتقبل الطاعة ان شاء الله من الجميع. شو ناويين اليوم؟ والله روماني بلدي. شو والله الحمد لله، احنا من امس جينا شرينا اضحيتنا ما شاء الله عليك. الحمد لله. ذبحت بيدك اليوم؟ لا والله لسه بدنا نروح. طيب ان شاء الله يتقبل. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. كل عام بخير. كل عام وانتم بخير. والله هالبدله وشي شيك ومرتب، سوق الاضاحي يعني هذا والله احنا خذ وسخك بعدين احلى. لا لا والله حقيقي
احنا يا طويل العمر انا من اليمن الشقيق. ما شاء الله كمان من اليمن. اليوم نيجيريا واليمن كل اليوم كل الدول العربيه. اليوم اللي تضحي هون؟ تضحي هون ان شاء الله. الاردن. الاردن انا مقيم بالاردن، انا رئيس الجاليه اليمنيه بالاردن. اهلا وسهلا، اذا نتعرف عليك. الله احمد قاسم مهدي العامري. اهلا وسهلا استاذ احمد قاسم، بدك تضحي وبدك تتبرع في الاضحيه ولا بدك تعزم اليمنيين؟ لا بدي اعزم اليمنيين. انا كل مندي؟ كل مندي نعم. مندي. كل سنة بيجوا 100-150 ما شاء الله. وبنضحي ونضحي لهم، نشتري لهم 3 ذبايح من هون. يا سيدي إن شاء الله، الله يتقبل يا رب. كل عام وأنتم بخير. أنتم بألف خير، أهل اليمن بألف خير إن شاء الله. واليمن بخير، واليمن والأردن بخير. ساعدكم؟ ساعدكم؟ أه؟ نسحب معاكم؟ اسحب اسحب. سلم بالله، امسك يا قرب علي قرب علي. لا معك؟ يلا كيف هذا بالحمل؟ عادي؟ يلا جاهز عمي؟ يلا معلش يا عمي، هسه مش مشكلة، هسه من يلا مش مشكلة. قول يا رب. والله خايف من فلوسنا هذا. عالسيارة يلا، عالسيارة يلا يلا. قول يا رب. بسم الله. بقى من اليدين والرجلين. هتنذبح يعني؟ راح تنذبح راح تنذبح. ايوه يلا يلا يلا. باسم تعال ساعده. يلا يا عامر، عامر ماسك الكاميرا، تعال ساعدهم. خلص عم يفكر هيك ان شاء الله الامور تمام ان شاء الله. بارك الله، هو اقتنع اقتنع انه راح ينذبح ومش راح يعمل شيء ان شاء الله. طيب بعد محاولة بداية، يعطيك العافية، كل عام أنتم بخير أنت وجميع الشباب. أمانة عمان حاولت قدر المستطاع تنظيم عملية الأضاحي وعملية البيع وذبح الأضاحي. طبعا الهدف شغلتين أساسيات، أول شيء عملية التنظيم في مواقع تكون محددة، زي ما شايف قدامك أزمة السير والازدحامات اللي قاعدة بتصير، فاخترنا 14 موقع متوزعات على جميع مناطق أمانة عمان بحيث المواطن يستطيع أن يصل إليها بسهولة ويسر. هذا فيما يتعلق في الوضع الخارجي. الداخلي إحنا بهمنا درجة أولى زي ما تفضلت إنه الأضحية تكون سليمة بالدرجة الأولى، لأنه أنت لما تدفع فلوسك من السنة حسب ما بعرف إنه تعرف وين تدفع فلوسك وإنه سليمة وغير سليمة. فيتواجد هون فريق من أمانة عمان من الأسواق وأطباء بيطريين، إذا أثناء جولتك أكيد راح تشوفهم بتأكدوا من سلامة هذه الأضاحي. حدا يمشي معي من الأطباء إذا موجود؟ إحنا يمشي معي نعمل معه لقاء حتى يمشي. جاهزين هسه مسؤول، هسه مسؤول السوق، مسؤول السوق راح يتحرك معاك ويشوف كل شيء. بهمنا بالدرجة الأساس، طبعا احنا ما أمانة عمان الهدف الأساسي هي عملية تنظيمية فقط. صحيح، وجهود مبارك أبدا أبدا يعني، بس نتمنى في كل مكان، لكن الآن ماكن محصول. لا إن شاء الله مختارين اختيار جيد إن شاء الله تعالى. يعني 14 موقع موزعات بحيث أنه كل واحد يقدر يصلهم، بس زي ما أنت شايف يعني في عنا بعض الممارسات والسلوكيات للأسف لا نزال منعاني منها. إن شاء الله خير، راح يتعود على التنظيم. 3-4 أيام بدنا نتحمل إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. يا مرحبا فيك. إذا مشاهدين الأعزاء مكملين في لقاءاتنا في سوق الأضاحي في منطقة شفا بدران. كل جهد إحنا بنقدره، كل جهد إحنا بنثمنه كمان، وبدنا الناس تكون مبسوطين فعلا. من الناس بصراحة يعني الله يعين الناس، يعني الله يعينها، يا دوب تدبر حق الأضحية كمان تطلع الأضحية مش سليمة. بدنا نرجع هون عند الأخ نسلم عليه ونعيد عليه شوي. في ملحوظة بسيطة، هاي الأمانة هاي للمرة الثالثة على التوالي يعمل هون سوق أضاحي، وهذا شارع مرسم، يعني لو أنه بس رشوا زيت محروق ما بدناش زفته، يعني بدال عجة على الناس وتنظيم. ثاني شيء لمبات كهرباء،
ما في لمبات، ما في لمبات ولا الشارع مزبطين، ولا الشارع مزبطين ولا شيء. قبل شوي ولا انا بتحكي للامانه لا حياه لهم تنادي. الامانه بس بدها مصاري، ياخذوا من كل واحد 100 دينار وبس ترجع تاخذ مسترجعك تطلع منك كمان حوالي 10 دنانير. نقول لهم يا عمي اناره زفت هذا يعني الموسم الثالث على التوالي في هذا الموقع. يعني شوف العجه والغبره كيف، يعني مش منظر. الشارع والكهرباء بس المكان كويس، المكان كويس والموقع كويس، وكمان بدنا تعاون من الشرطه كمان. شوف كيف السير، يعني شوف السير كيف خانق. نتحمل بعض في هالعيد يا سيدي، نتحمل بعض كمان انت، بس كله على ظهر المواطن. بنعايد على كل الاحبه والاصدقاء. بس آه. هيك ربيت هيك هديه. انا هادي يا زلمه، انا اصلا هيك قمه الهدوء كمان. السلام عليكم، كيف حالك يا عم؟ الله يسلمك، حياك الله. اهلين. الفلوس للدفع الله يخليك ان شاء الله. الحمد لله. يلا تفضل. روماني والله. كم كلفك؟ اللهم صل على محمد. 190 تقريبا. 190 ان شاء الله. يا رب يعطيك اجر ان شاء الله باذن الله تعالى، يتقبل منك. امين ان شاء الله. انت بخير، حياك العافيه. خير صحة وسلامة إن شاء الله. حضرتك؟ خالد غالي صالح محمد. كيفك يا خالد؟ والله تمام نحمد الله. والله جاي تضحي ولا مشرف؟ لا والله جاي نضحي إن شاء الله. شو ناوي تجيب اليوم؟ والله إن شاء الله نشوف إنه خير خروف إن شاء الله. روماني؟ روماني إن شاء الله. قديش الروماني؟ والله 160 170 أسعاره مقبول إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يتقبل منك. شكرا لك. منا ومنكم إن شاء الله. العام أنتم بخير. طيب إحنا ضايل مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم. طيب مشاهدين الاعزاء، بس شوي هيك نورجيكم، مش الذبح، نورجيكم سلخ تقطيع الاضاحي. كل عام وانتم بخير. اللي خاص الله يسعدك، حياك الله. اسلخ قدام، اسلخ. احنا قاعدين نسلخ. بدي اشوف سلخ وتقطيع. يطلب عيدي مني. جاب السطور والله يا عامر، روحك. بسم الله. يطلب عيدي مني. هذا الشغل الصحيح. يعني احنا بنقول لكم التقطيع على الهواء مباشرة. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير يا عمي. بيتك هاي؟ صحيح يا نعم. يا رب ان شاء الله يتقبل منا ومنك. اخترتها روماني بلدي؟ لا والله روماني. توزيع هاي ولا على المناسب؟ لا توزيع. شو اللي ان شاء الله يا ربي الله يتقبل منك. منا ومنك. عيد وتحلى الايات، ولما رجع قريت زيد وترجع لبلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت بالصحه والسلامه. يا اسمك عبد القادر العناتي. عبد القادر، شايفك ماسك الدفتر جاهز. كل التسجيل عندك؟ طبعا كل التسجيل ولم المصاري عندي كمان. والله الحمد لله رب العالمين. كيف السوق اليوم شايف لي؟ والله ان شاء الله الاسواق كويسه الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله. والله ان شاء الله، بس هو ارتفاع اسعار الاضاحي يعني شويه هو اللي مخوف الناس. اما ان شاء الله، يعني بتعرف هذه ضحيه، اللي بده يضحي شو ما كان سعرها بيجي بضحيها. لله تعالى. بضحي لله تعالى والحمد لله رب العالمين. يلا الله يعطيك العافيه. الله يحييك. الله يحييك. شكرا كل عام وانتم بخير. طيب زوهرة، انت كنت معانا اليوم ورفقتنا بالجولة، مشكور من أمانة عمان. بدي تحكي لي انتوا ليش اخترتوا الموقع هون تحديدا؟ صار قديش بتعمل في نفس الموقع؟ الموقع بيجي متوسط بين منطقة شف بدران وطارق وشبيها، موقع يعني مناسب صحيا، فبعيد عن المكان السكني، وبخدم منطقة يعني متوسط، منطقة وسط المنطقة جاي. فالافضل انه جاي على مخدوم بالشارع مثلا، وكما شفتوا يعني نظام منظم، نظام جيد وملتزمين، يعني مسيطرين على الوضع، يعني ضمن السيطره. فقسم دائره ضبط ورعايه ضبط ونقلات امراض ورعايه حيوان يعني ما قصروا، واحنا لازم تقول موجودين على مدار الساعه. مشكورين وخدمتكم والله واضحه طيب. وشكرا الله يعطيكم العافيه. المواطن يا طيب. شكرا يعطيكم العافيه. اذا هيك مشاهدينا الاعزاء بكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم المميز اللي بديناها بصلاه العيد وختمناها هون في سوق الاضاحي بشفا بدران. متمني لكل واحد من اللي بيشوفنا يضحي اليوم. كل عام وانتم بخير.